قوة كبيرة تكمن في كلماتك، إنها أفكار أعطيت لها طاقة إضافية جدا، لذا كن على علم بما تقوله. معكم الكوتش يوسف حسن، فمرحبا بكم أحبابي في الله. كن على علم بكل كلمة تنطقها، زين الكلمات الخاصة بك، تكون اللحظة مذهلة وتجذب من خلالها مشاعر وأحداث من نفس النوع. إذا سمعت مثلا هذا اليوم جميل جدا من أحدهم، سرعان ما يبدأ عقلك الباطن في تمعن هذا الكلام جيدا، وسوف يبدأ على الفور في إنشاء الأفكار والمشاعر الخاصة بذلك. هذا ممتاز، لكن أن تبدأ يومك بأخبار الحروب والمأساة لن تستطيع بالتالي مقاومة هذه الأحاسيس الصعبة، لأن مشاعرك سوف تسوء بعد ذلك. المهم إذن أن تتجاهل كل كلمة لا تروق لمزاجك، حاول عدم السماح لها أن تأخذ حيزا في تفكيرك ببساطة عن طريق تجاهلها. في كل لحظة من حياتك اصنع كلمات وقم بوزنها على مزاجك حتى يكون راقيا. عندما ترحب بالكلمات الأكثر عمق، هذا يعني ببساطة أنك أصبحت أكثر وعي. قل مرحبا لطاقة الكلمة الطيبة واستقبلها، سوف تجذب من خلالها كل الأشياء الرائعة لحياتك. يوسف حسن، يومكم طيب بإذن الله، إلى الملتقى.